معركة قانونية جديدة تلك التي تخوضها جبهة البوليساريو ضد الاحتلال المغربي في المحاكم الأوروبية على ضوء رهانات الجبهة المنتظرة من محكمة العدل الأوروبية في النصف الثاني من الشهر المقبل، وما تأثيرات ذلك أوروبيا وأمميا، وهو موضوع حوارنا الخاص عبر إذاعة الجزائر الدولية مع ممثل جبهة البوليساريو بالاتحاد الأوروبي وبمؤسسات القارة وعضو أمانتها الوطنية أبي بشراي البشير. سيد أبي، أهلا وسهلا، مرحبا. الأمين العام للأمم المتحدة يرد في رسالة جوابية على الأمين العام للجبهة، وأكتوبر المقبل هو موعد لدورة مجلس الأمن الأولى ما بعد التطورات الميدانية في الصحراء الغربية. إلى أي مدى يمكن أن تشكل المعركة القانونية ومستجداتها أرضية أمام المجلس، وما المطالب من الهيئة الدولية في أعقاب التطورات في الصحراء الغربية؟ موعد أكتوبر القادم موعد مهم نسبيا، لأنه أول فرصة يستمع فيها مجلس الأمن الدولي إلى قرار من طرف الأمين العام بعد استئناف الكفاح المسلح في الصحراء الغربية 13 نوفمبر 2020. وبالرغم من محاولات الأمين العام يعني غوتيريس خلال تقاريره في السنوات الماضية من أجل إخفاء مكاسب الشعب الصحراوي وراء يعني قرارات السابقة للمحكمة الأوروبية، إلا أن السياق يعني ما بعده 13 نوفمبر يختلف بشكل كبير. العالم والأوروبيين وأيضا المراقبين بصفة عامة يعرفون بأن المغرب يعني لم يكن ليمتلك الشجاعة وبالأحرى الوقاحة للخرق وقت إطلاق النار في القرقرات إلا بسبب شعوره بهذه المحاباه. نعم. من أطراف دولية يعني نافذة، ومنها تحديدا أوروبا والاتحاد الأوروبي. نعم. خرق قرارات المحكمة الأوروبية من خلال الأوروبيين أنفسهم شجع الاحتلال على التمرد، وبالتالي يعني ساهمت أوروبا بشكل مباشر، ناهيك عن مساعدات المادية والسياسية الأخرى للمغرب، يعني ساهمت في انهيار مسار التسوية وعودة الحرب إلى المنطقة. يعني مجلس الأمن الدولي مطالب بأنه يأخذ قرار المحكمة الأوروبية الجديد يعني المرتقب محمل الجد، والمقاربة الجديدة المطلوبة يجب يعني أن تتأسس على أساس الوضع القانوني اللي أسس فيه المحكمة، ولكن أيضا أسس القانون الدولي بشكل عام من حيث وضعية الإقليم فيما يتعلق بأنه إقليم مختلف ومتميز في علاقته مع المملكة المغربية، وموضوع حق تقرير المصير والسيادة على الثروات، ولكن أيضا موضوع يعني حركة التحرير الوطنية جبهة البوليساريو اللي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. هذه المقاربة يعني المأمولة بأنه يقوم بها مجلس الأمن الدولي، بأنه يتخلى عن أولا عن يعني عن الاختباء وراء موضوع المبعوث الشخصي للأمين العام المتحدة، وبأنه يمتلك من الشجاعة لا يعني إعادة النظر والتأسيس لمقاربة جديدة تتأسس على أساس حل النزاع وليس تسيير النزاع في الصحراء الغربية كما كان الأمر خلال 30 سنة. موضوع الوضع القانوني للصحراء الغربية وموضوع القرارات المحاكم الدولية ومنها المحكمة الأوروبية يفترض أن تكون في صلب هذه المقاربة. نعم، بما أنكم ذكرتم سيد أبي موضوع المعركة القانونية، يكاد يكون المشهد متكرر بالنظر إلى فصول المحاكمات التي يتعرض لها الاحتلال المغربي بفعل نهبه المستمر للثروات الطبيعية الصحراوية. ماذا عن هذه المواجهة الجديدة وكيف تراهنون عليها مستقبلا؟ كفاح شعبنا يعني كباقي تجارب كفاحات يعني الشعوب على مر التاريخ، يعني كيف مباراة الملاكمة، يعني نحن نعمل من أجل الفوز بالضربة القاضية، لكن يعني في بعض الأحيان النتيجة النهائية تتحدد بعدد النقاط المسجلة، وعليه يعني أهمية الجبهات الأخرى يعني واضحة بما فيها المعركة القانونية، يعني هذه الأهمية باقية يعني تتواصل، وتوفر لنا فرص ثمينة لتسجيل نقاط هامة سوف تساهم بالتأكيد في تحديد النتيجة النهائية لنزالنا مع الاحتلال، سواء بالضربة القاضية عن طريق الكفاح المسلح أو بالنقاط بتضافر عمل هذه الجبهات.
ويعني أهمية هذه المعركة القانونية التي نخوض يعني تنبع من أربع اعتبارات، أربع أبعاد أساسية. البعد الأول يعني من خلال تأكيدها على يعني علاقتها بالتأكيد على الوضع القانوني للإقليم الصحراء الغربية وعدم امتلاك المملكة المغربية لأي نوع من السيادة على هذا الإقليم، وهذا أكدته المحكمة الأوروبية سنة 2016 و2018. الاعتبار الثاني هو أيضا تأكيد يعني مكسب يعني من خلال هذه المعركة القانونية بالتأكيد والتأكيد من جديد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يعني حق غاب للتصرف، ولكن أيضا سيادته في هذا الإطار على ثرواته الطبيعية في الإقليم وضرورة استشارته قبل الدخول في أي استغلال لهذه الثروات. والاعتبار الثالث هو اللي يتعلق بجبهة البوليساريو باعتبارها حركة التحرير الوطنية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في كل ما يتعلق بالإقليم، سواء سياسيا من ناحية مسار التسوية، ولكن أيضا قانونيا من ناحية ضرورة استشارتها فيما يتعلق بأي استغلال للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي. والنقطة الرابعة بأن النجاحات اللي سجلنا في هذه المراحل الماضية يعني في إطار وقف استغلال الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي وتوريط المغرب الشركاء جانب، تشكل ضربة قوية لاقتصاد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية في المنطقة. وبالتالي يعني هذه الجبهة لا تفقد أهمية في الإطار الجديد، ولكنها يعني بالعكس تتعزز كباقي الجبهات الأخرى. تعتبر المعركة القانونية سيد أبوي الركيزة الأساسية للمواجهة الاحتلال، خاصة أنها تؤسس لما بعدها باعتبار أنه العامل الأول والسبب الأول لتواجد أي قوة استعمارية هو الثروات بالدرجة الأولى. كيف يمكن الرهان على قرارات من هذا المستوى أن تجسد الشرعية في الصحراء الغربية؟ بالفعل قرارات المحكمة الأوروبية والعمل ضمن الفضاء القانوني الأوروبي يشكل العمود الفقري لهذا المعركة القانونية اللي تخوضها الجبهة بشكل مستمر، يعني خاصة منذ سنة 2002 مع صدور الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة اللي هو هانس كورن سنة 2002. هذا الرأي الاستشاري شكل الخطوة الأولى في هذا الصدد، ولكن يعني منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2016 أخذ المسار بعد أكثر أهمية بالنسبة للشعب الصحراوي، لأن تحولنا من المقاربة التي تتأسس على أساس التأكد من استفادة سكان الإقليم إلى مقاربة أكثر وضوح وأكثر انسجام تتأسس على ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي بطبيعة الحال، مع التأكيد على أنه المغرب والصحراء الغربية إقليمان مختلفان ومتميزان. الطعون اللي قدمت الجبهة خلال سنة 2019 عن العناصر الثلاثة اللي التأسيسية لهذه الطعون اللي تقدمنا بها هي أولا وضع الإقليم بحيث بأنه مختلف ومتميز عن المملكة المغربية، والثاني ضرورة الحصول على لا موافقة الشعب الصحراوي، وهذا بالتأكيد لا علاقة له بموضوع الاستفادة التي كانت تطرح فيما سبق والتي يروج لها الاحتلال وتروج لها بعض الأطراف. النقطة الثالثة هي موضوع جبهة البوليساريو باعتبارها حركة التحرير الوطنية، الممثل الشرعي والوحيد، واللي هي انطلاق من هذا الانطلاق المؤهل الوحيد لإعطاء هذه الموافقة. هذه العناصر الثلاثة الأساسية موجودة أصلا في القرارات السابقة لمحكمة العدل الأوروبية سنة 2016 وسنة 2018، وبالتالي يعني هذه المحكمة يعني لا تستطيع أن تدخل بتناقض مع نفسها ومع قراراتها السابقة. وعليه فنحن يعني متفائلين، القرار كان المنتظر صدوره نهاية جويلية، ولكن لموضوع يتعلق بأجندة المحكمة والتعقيدات المترتبة عن موضوع الكوفيد تم يعني تأجيله إلى الفترة القادمة. نعم، عطفا على ما تفضلتم به سيد أبوي، ما تطلعاتكم مستقبلا؟ وهل أنتم متفائلون بالنظر إلى المعطيات المسجلة؟ وهل هذا الطعن سيذهب في اتجاه تعزيز ما كان قد تحقق قبلا، خاصة أن هنالك انتقال من استفادة الشعب الصحراوي إلى موافقته، وبالتالي هنا محور المرافعات الجديدة القانونية؟ نحن ننتظر من حيث المبدأ صدوره خلال شهر سبتمبر القادم، ونحن متفائلون ومتفائل أيضا
طاقم المحامين الذي يعمل على الملف انطلاقا من الاعتبارات السابقة التي ذكرنا. الطرف الآخر يتمنى، يعني لو فتحنا يعني قضايا في كل مكان من أجل إرهاقنا وتشتيت تركيزنا وإمكانياتنا المحدودة وتعريضنا حتى لإمكانيات خسارة بعض القضايا سواء بشكل كلي ولا بشكل جزئي، لأنه امتلاك الحق في النهاية لوحده لا يشكل ضمانة تامة مطلقة يعني فرصة النجاح، لأنه أنظمة القضاء تختلف والمحاكم تختلف والخصوم يختلفون على كل مجموعة من التعقيدات التي ربما لا يتسع المقام لذكرها، وهي ما يفرض بأنه دراسة القضايا بتأني والتأكد من فرص النجاح بشكل كبير جدا قبل تقديمها، لأنه في القضاء القاعدة القانونية وما يعرف بلا جيريسبريدانس نعم مسألة فيها قدر كبير من الخطورة، لأنها تؤسس لما بعدها، وإذا لم تكن يعني في صالح الطرف المشتكي يعني سوف تقود إلى الكثير من 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 المخاطر. سيد أبوي، شركات كثيرة تلك المتورطة في نهب الثروات في الصحراء الغربية، دعوات قضائية عديدة في أكثر من مكان وفي أكثر من توقيت، أي جدوائية لهذه الاستراتيجية التي تنهجونها؟ وهل هنالك بالفعل آذان صاغية من قبل هذه الشركات والقوى الكبرى؟ لا، هو يعني هناك استراتيجية واضحة وثابتة متبعة من طرف الجبهة من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية في الوقت وفي المكان المناسبين. يعني إذا مسألة الوقت المناسب والمكان المناسب يعني موضوع مهم جدا، وبالتأكيد هذا الموضوع يعني ما هو سهل، وبالرغم مما قد يعطي يعني من انطباع للوهلة الأولى ما هو سهل، بل بالعكس محفوف بالمخاطر بسبب التداخل الموجود ما بين القانوني من جهة والسياسي من جهة، ولكن أيضا التجاري والاقتصادي وموضوع المصالح واللوبيات إلى آخره. ألا تعتقدون بأن هذه المعارك القانونية على كثرتها بحاجة إلى دائرة ضغط داعمة في ظل طبعا المواقف المعبر عنها، ولكن أيضا من أجل إحراز تقدم على مستوى المعطيين القانوني والاقتصادي وبالضرورة تداعياته السياسية؟ نحن يعني نركز الآن المعركة على مستوى أوروبا، لأنها كما أشرت سابقا هي العمود الفقري خلال السنوات الأخيرة، والمكاسب المحققة في إطار أوروبا يعني ليست نهائية على الإطلاق، ونحن نريد التأمين بشكل نهائي على هذا المكسب المسجل على مستوى أوروبا. نعم. تقويته والبناء عليه فيما بعد تقديم شكاوى منتقاة نعم ومدروسة على المستويات الوطنية في مختلف البلدان الأوروبية، ولكن هذا لن يحدث قبل صدور القرار المنتظر، وبناء على طبيعة القرار حتى في تفاصيله وعلى ردة فعل الاتحاد الأوروبي يعني ننظر في الموضوع ونقرر ونتخذ الخطوات المناسبة. يعني هذه الجبهة جبهة مهمة جدا في إطار مسار المقاومة الوطنية الشامل، وهي مهمة جدا أيضا لتحصيل نقاط في إطار يعني مباراة الملاكمة مجازلة اللي تحدثنا عنها سابقا مع الاحتلال، ولا ينبغي على الإطلاق أن نسمح بأنه تكون سبب في خسارة بعض النقاط. وعموما يعني بلغة يعني البناء المعماري يعني أهم شيء هو القاعدة والأساس، وهو القانون الأوروبي الآن بالنسبة لنا وقرارات المحكمة. يعني ننتظر نرى ونقرر، لكن بدون ارتجال، وما هو سابق أن نتأكد بأنه الساس قوي بما فيه الكفاية من أجل ربح القضايا اللي من المفروض بأنها تقدم
بعد صدور القرار المنتظر. عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساري وممثلها بأوروبا ومؤسسة الاتحاد الأوروبي السيد أبي بشراي البشير، كنت معنا في هذا اللقاء الخاص عبر إذاعة الجزائر الدولية. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات، وأنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا نشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. هذا نفع أحمد محمد يحييكم في أمان الله.